طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نراجع بقى اللي احنا قلناه سريعا تاني، بس مش سريعة سريعة خالص يعني، واخد بالك انت عشان انت ما جيتش المرة اللي فاتت. طيب، احنا قلنا النقد الكتابي مقابل علوم القرآن، ومقسمينهم هما جزئين، جزء نص الكتاب نفسه وكل ما يدور حول نص الكتاب. فلو انت بتتكلم مثلا عن انجيل يوحنا، مين اللي كتبه؟ يبقى ده نقد اعلى. كتبه امتى؟ نقد اعلى. كتبه لمين؟ نقد اعلى. كان يقصد باللي كتبه ايه؟ نقد اعلى. لما تيجي تتكلم في النص نفسه تقول مثلا ايه؟ الاصحاح 21 من انجيل يوحنا، هل مضاف ولا مش مضاف؟ ده نقد ادنى. قصة المرأة الزانية موجودة ولا مش موجودة؟ ده نقد أدنى. يوحنا 3:13، ابن الإنسان الذي هو في السماء، كلمة الذي هو في السماء دي موجودة ولا مش موجودة؟ تبقى ده نقد أدنى. هو بشكل عام المسيحيين كانوا مغيبين تماما عن أهمية النقد الأدنى والنقد النصي لأسباب بديهية يعني، لو فكرت فيها هتلاقي فعلا يعني كان ليهم حق ان هم يغفلوا عن النقطة دي. اولا المسيحيين مش متعودين يقروا كتاب، يعني الناس دي في حياتها الطبيعية اصلا ممكن تعيش حياتها المسيحية بقداساتها بصلواتها بكل حاجة بعيد عن الكتاب تماما. هو بيروح الكنيسة، القس او الكاهن بتاعه بيظبط له الصلاه، بيقول له القداس، هو اللي بيصلي له، يا دوبك هو قاعد على الكرسي بيتابع وراه كده وخلاص، في الاخر يقول امين، يدي له اللقمه ويشرب الكوبايه ويمشي. لكن كون ان هو نفسه يقرا نص الكتاب ده كان صعب جدا. احنا كنا قلنا سبب امبارح، بس مش خليك انت تجاوب. كنا قلنا سبب امبارح في سؤال بيقعد يساله المسيح، يقول لك انت عشان تحرف الكتاب تحرفه ازاي؟ ده كان منتشر في كل العالم، هتقعد تجمع النسخ كلها وتحرفها؟ هو اصلا النسخه دي اصلا كانت محرفه، المسيح اصلا كان محرفها، ماشي؟ فاهمني؟ تاني حاجه، الحاجه الثانيه ان مش اللي هو بتاع قراءه الكنيسه زمان، كل واحد بيمسك كتاب، هو كتاب واحد اصلا في الكنيسه كلها، بتاع في منطقه الكنيسه الدنيا كلها مش شرفة. هو دي الاجابه فيها صحيحه طبعا، ان اللي كانوا بيعملوا اصلا على انتاج الكتب فعلا كانوا هم اللي بيلعبوا في الكتاب، وده هنتكلم فيه باستفاضه. بالاضافه الى ان عمليه انتاج الكتاب نفسه كان مكلف. لو انت بصيت على مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، موجود في نسخه منه في القاهره، المصحف ده حجمه قد ايه؟ تعرف حجمه قد ايه؟ انت ده قد كومودينو صغير كده، كومودينو صغير المصحف ده، تتخيل خد وقت قد ايه علشان يعمله، وخد تكلفه منه قد ايه. لكن كان معروف ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من الاغنياء، فكان عنده الامكانيه انه ينتج كتاب زي ده. المسيحيين بقى يعني بدايه المسيحيه كانوا مين المسيحيين؟ كانوا الفقراء، كانوا صيادين السمك. والمشكلة ان هم اصلا كانوا مضطهدين من الرومان، يعني حتى قبل المسيحية اليهود كانوا مضطهدين، بعد ما دخلوا المسيحية كانوا مضطهدين زيادة، لان كان اليهود بيضطهدوهم والرومان عليهم كمان بيضطهدوهم، فالموضوع كان بالنسبة لهم سيء جدا. كانوا معظمهم فقراء، كانوا معظمهم اصلا ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، وحتى لو كان بيعرف يقرأ كان مشكلة أكتر إن أنت تعرف تكتب. قضية مهارة الكتابة أصعب من القراية، زي ما أنتم شايفين كده أنا خط وحش في موضوع الكلام، بنتكلم زي الفل، لكن الكتابة عليه العوض ومنه العوض. معلش. أثناسيوس لما كان بيجي يكتب كان بيحضر تماما. أنا درست في كلية كتابات أثناسيوس، كلها كلية إيه؟ آداب تاريخ. ما شاء الله. بندرس بعض نصوص كتابات أثناسيوس عن بولس وأنطونيوس، الكتابات كلها تعتبر يعني كان الدكتور بتاع الانجليزي بيقف بيقول لي يعني بيقعد يحفظ النصوص وهو بيتكلم عليه. يعني كتابات مختلفه تماما، حياتك دلوقتي بتكتب عربي يعني. ده بالتالي كان ممكن يشيل حرف يحط حرف.
هو موضوع الكتابة كانت مشكلة، وأنا كنت اديت مثال على ناسخ كان نقله بارت إيرمان في الكتاب بتاعه، هو ادى أكتر من مثال. الناسخ ما كانش بيعي هو بينقل إيه، هو كان حافظ أشكال الحروف وبيرصها زي ما هي، فبالتالي أي خلل بيأثر على كل هو بينقله. الموضوع ده كان حاصل في مخطوطات العهد الجديد بسبب طريقة كتابة المخطوطة، احنا هنشرحها، ان هما ما كانوش بيكتبوا مفرد زي ما احنا بنكتب، كان بيطلق الحروف كلها ورا بعض وانت تلعب ايه الكلمات المتشابكة، تعرف دي الكلمة كده وكده، هي كانت دي طريقة كتابتهم. فالطريقة دي كانت بتؤدي الى سهولة ارتكاب الخطأ. تخيل انت عندك عمود كلام كل الحروف ماشية ورا بعض، وممكن مثلا العمود خلص هنا بس انت لسه مخلصش الكلمة فتكملها هنا، او تزنق حرفين من هنا، او هتلاقي مثلا لو بصيت على المخطوطة السينية ليها موقع على الانترنت مشهور تحت رعاية 4 مؤسسات عالمية، منهم المكتبة البريطانية واكتر من مؤسسة، ومنهم دير سانت كاترين، رافعين المخطوطة بجودة عالية جدا على النت. هو اسم الموقع كودكس سينايتكس، مش عارف .com ولا .net تقريبا، انت لو كتبت اي حاجة هيفتحها لك، يعني لو فتحت .com وهو هيقلبها لك على الصح. لو فتحت اي صفحة في المخطوطة دي هتلاقي مناظر عجيبة. الشيخ عرب ربنا يحفظه ويبارك فيه مسمي المخطوطة السينية كراسة اطفال، ان هو ايه كان بيكتب وبعدين يلاقي ان هو ارتكب خطأ، فالموضوع مش ان هو بيكتب بالرصاص فهيجيب الاستيكة، لا ده كان حبر وكده فيضطر يشخبط ويكتب على الهوامش او يكتب ما بين السطور او يحاول يمسح فتفضل بقايا الحبر ويكتب فوقها فتطلع مناظر مشوهة تماما. فهي دي كانت المخطوطات بتاعتهم. احنا كنا قلنا معلومة امبارح بخصوص موضوع انتشار الكتب، يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ازيك؟ اللي انت كاتبه ده ركز يا حبيبي. ازيك يا شيخ؟ يا رب تكون بخير. لا متأخر، شو الشيخ رحب يتأخر. فهو المسيحي بيقول انت ازاي هتجمع كل الكتب علشان تحرفها والكتاب كان منتشر وكده. تاريخيا ما لقيناش النسخ بتنتشر غير على النصف الثاني من القرن الرابع، بعد ما قسطنطين بدأ يتكفل بالمسيحية ويخليها هي الديانة الرسمية للدولة، بدأنا نلاقي مجلدات للكتاب المقدس بتنتشر، وفي وثائق تاريخية، وده شيء عجيب جدا. ولو قابلت حد مسيحي بأسأله السؤال ده، في كتاب ليوسابيوس القيصري اسمه تاريخ قسطنطين العظيم. يوسابيوس القيصري ده كان البابا بتاع فلسطين، مدينة قيصرية في فلسطين، كان بينقل عن قسطنطين الامبراطور ان تم تكليفه انه يعمل 50 نسخة كاملة للكتاب المقدس، والمفروض ان يوسابيوس القيصري عمل 50 نسخة. ال50 نسخة دول راحوا فين؟ لما نيجي نشوف احنا عندنا كام نسخة ترجع للقرن الرابع مش بنلاقي غير السينائية والفاتيكانية، فين ال50 نسخة دول راحوا؟ ايه؟ ايوه، ما ده قرن رابع، انت مش واخد بالك القرون ماشيه ازاي؟ لا العمليه دي بالظبط. بس هنعيدها تاني، القرن الاول بينتهي عند 100، القرن الثاني بينتهي عند 200، يعني المفروض سنه 100 دي بدايه القرن الثاني. لما يقول لك برديه مثلا بترجع لسنه 200 يبقى ده بدايه القرن الثالث وهكذا، تمام؟ فهي السينائية بيقولوا ان هي ما بين 325 و340، وفي بعض الناس بيقولوا ان هي 370، والفاتيكانية ما بين 340 ل380، فهي في الرينج ده. يوسابيوس القيصري المفروض كاتب في الكتاب بتاعه
اللي اسمه تاريخ قسطنطين العظيم، انه تم تكليفه بعمل 50 مخطوطة كاملة. 50 دول راحوا فين؟ ما بنلاقيش منهم. هم بيدعوا، في بعض الناس بتدعي ان الصينائية والفاتيكانية كانوا من ضمن الخمسين نسخة. لو قريت في بعض الكتب، حتى في بعض الكتب العربية، يوسف رياض لما جيت تكلم في كتابه وحي الكتاب المقدس، او اي حد من دول كتاب مخطوطات كتاب مقدس بلغتي الاصلية بتاع ايميل ماهر اسحاق، بقى اسمه شنودة دلوقتي بعد ما اترسم منقص، بيقول ان السنة والفاتيكانية كانوا من ضمن الخمسين نسخة. طب فين بقيت الخمسين نسخة؟ بس ده غلط تاريخي. ايه؟ غلط تاريخي. النسخة السنائية 325 وده اتكلف سنة 333. مين اللي 333؟ ما فهمتش. ما هو قال لك ان ال 325، من 325 ل 340 ده رينج، هم ما قالوا، ما بيقدروش يحددوها بالظبط. وفي ناس بتقول ان السينات كتبت 370، فيبقى يعني ماشيه في الموضوع، مش في تحديد تاريخ المخطوطه مش بتبقى شارب، لان المخطوطه بيحددوا عمرها بخط اليد، بعلم اسمه علم الباليوغرافي. دي علم دراسة الخطوط. هو ما بيقدرش يحدد عمر المخطوطة بالكربون المشع او اي طريقة اخرى زي ما بيحددوها، لسبب ان اغلب المخطوطات كانت مثلا مكتوبة على جلود. النظام عندهم كالآتي، ان طبعا علشان يعمل مجلد ضخم من جلد حيوان ده هيكلفه كتير جدا، فكان بيجيب اي كتاب قديم ويشتغل فيه دعك يمسحه ويكتب عليه تاني. والصينائية كانت كده والفاتيكانية كانت كده. فبالتالي انت لو استخدمت الكربون المشع علشان تحدد عمر المخطوطة الصينائية هيجيب لك عمر الجلد نفسه، مش هيقدر يجيب لك عمر الكتاب. فهم ايه بيقعدوا يقول لك ده النساخ مثلا تاريخيا بشواهد تانية تاريخية، يعني من اثار او منحوتات او كده، يقول لك دول كانوا بيرسموا الحرف بالطريقة دي ويقعدوا يقارنوا مش عارف ايه، فيقول لك الحرف ده اللي في المخطوطة الصينائية شبه الحرف اللي كان موجود في الاثر اللي بيرجع لسنة كذا، يبقى هي المخطوطة في الرينج ده. طبعا شغل بطيخ، بس ده اللي يقدروا يعملوه، ما يقدروش يعملوا اكتر من كده. هم ده ما يقدرش يعمل اكتر من كده. بروس ميتزجر عامل كتاب كامل في علم الباليوغرافي ده اسمه جريك مانيوسكريبتس، المخطوطات اليونانية للعهد الجديد، بيتكلم فيها ازاي بقى كانوا بيحددوا الافلام الهندي دي، وببعض العلامات المميزة اللي كانت بتبقى في المخطوطات التاريخية وبيقارنوها ببعض. المهم تاريخ المخطوطة نفسها مش شارب يعني. فغالبا مثلا لو قال لك في مخطوطة أسقوصة مثلا بترجع لسنة 125، هو بيدي رينج 50 سنة، لان بيقول لك ايه، التاعب لما كان عنده 20 سنة كان بيكتب، بعد مش عارف 40 سنة برضو خطه ثابت، فعمر الجيل يعني بيدي عمر الجيل، ان ممكن يكون الكاتب هو صغير برضو يكتب وهو كبير، فالمساحة بتاعت عمره دي هي الرينج المفتوح. فلما يقول لك مثلا مخطوطة بترجع لسنة 125، قبليها ب 25 وبعديها ب 25، الرينج ده. لما يقول لك السنه 325 يبقى هي ما بين 300 و350 وهكذا. ايه؟ كل المخطوطات بالشكل ده الا لو كان في قرينه اثريه لا شك ان المخطوطه دي مع الاثر ده. بيبتدوا بقى يستخدموا الكربون المشع وطرق تانية ادق يعني بالنسبه لهم. لكن لو مخطوطة مدفونة مثلا في الرملة زي معظم مخطوطات الكتاب المقدس، ما بيقدرش يستعمل غير علم الباليوغراف. تفضل يا مولانا. الكلام ده بتاع ليه اساس علمي؟ يعني ده كلام كان واحد، هو اختراع من واحد كان حط كده افتراض هيقول ان ده كده فبنا عليه، ولا ده كلام علمي؟ هو بقرائن علمية هم وجدوا ان في انواع مخطوطات كتيرة جدا زي المخطوطة الصينية والفاتيكانية، لما بيعرض عليها أشعة معينة ألترا فايلوت وهكذا بيقدر يكتشف إن كان في كتابات قديمة. وحتى أنت لو شفت الصورة هتقدر تلاحظ إن في كتابات قديمة عليها. أنا مش معترض على إن الكتاب ده، دي حاجة بتعرفنا أصلا، النسخ أصلا بيرجعوا لأي شيء يكتب عليه، حتى لو كان كتاب ويمسحه ويكتب عليه على الظروف. يعني كان في بعض المصنفين
يستوهل الزهور من الدواوين، يعني الديوان الدواوين الحكوميه. ايوه يقولوا لنا الحاجات بقى اللي زي السجلات اللي احنا اتدشت عندنا القديمه، ياخدها ويقلبها ويكتب ايه. اه طبعا الورقه، فاحنا مش بشكل كبير، لكن انا بقول تحديد عمر المخطوطه عن طريق خط اليد. اه ايه الاساس العلمي اللي قام عليه؟ هو بروس متزجر في الكتاب بتاعه ده متكلم فيها بالتفصيل، لكن انا مش ملم بيها لان ما فادتنيش بخصوص دراسه العهد الجديد. ايوه ايوه هو مصنف فيها كتاب يعني، بس انا ما اهتمتش بيه لان انا ما بطلعش استكشافات مخطوطات يعني، هم بنسيب لهم الموضوع ده، ما وصلناش لدرجه ان احنا نراجع على مخطوطاتهم، لان القرائن اللي هم بيقارنوا بيها المخطوطه مش متاحه لينا. يعني هو بيكون بيقارن بآثار معينة أو حاجات تانية في أماكن اكتشافات، بيقدر يتوصل ب يعني طرق أدق لعمرها وبيقارن ما بينهم وبين بعض. بعض المخطوطات المسيحية نفسها كان فيها بعض العلامات، يقول لك كان بيرسم أشكال معينة، دي كانت معروفة في الرسومات المسيحية اللي موجودة على معابد من القرن كذا، حاجات كتير يعني بيبتدي يقارن بيها يعني. بس هو معروف ان التحديد العمر بيبقى فيه رينج كبير واسع يعني، مش بيكون دقيق. عندك تعليق يا استاذ؟ طيب. يعني نوصل لتحديد العمر اصلا هنا بيكون مش شيء مجزم بيه، ولكن هو شيء افتراضي من كذا لكذا، بحيث ان هو بيبقى اجتهاد بناء على بس شهاده الماجستير. صح كده، هو الموضوع انه بيجتهد على قد ما يقدر، وبيبقى هو عنده شواهد وادله تاريخيه لكن مش بامكاننا ان احنا نطلع عليها يعني. بس عايز افتح ملف. هو احنا كنا المره اللي فاتت استخدمنا تعبير اسمه تاريخ انتقال النص. العلماء بيقولوا ان معرفة تاريخ انتقال النص هو النقد النص نفسه، وشرحنا كده ان كل كتاب بيبقى له نسخة اصلية، والنسخة الاصلية دي لما كانوا بينقلوها كانت بتنسخ نسخ اليد، فكان يجيب المخطوطة القديمة يحطها قصاده ويبتدي ينقل في مخطوطة جديدة، وهكذا جيل بعد جيل بعد جيل لغاية ما النص وصل لهم في القرن الستاشر، بدأوا بقى ايه يعملوا نسخة ويزبطوا عليها المكان ويطبع بقى بالالاف وينشر النسخ. لغاية القرن الخمستاشر كان اي حد بيقرأ نص مقدس بالنسبة لهم يعني كان بيقرأ من مخطوطة، ما كانش عنده مخطوطة يعني مكتوبة بخط اليد، ما كانش عنده اي مصدر تاني لمعرفة نص الكتاب. اول ما جت بقى اختراع الطباعة من عندهم من المانيا، بدأوا يستغلوا الموضوع ده ويطبعوا نسخ بقى، يعني النسخ بتاعتهم كانت ايه كبيرة قد كده. لو رحت عندكم هنا في مكتبة الاسكندرية في متحف المخطوطات، في عندهم نسخ طبق الاصل من النسخ الاصلية، يعني بيعمل منها نسخ فوتوغرافية طبق الاصل، هتلاقوا النسخة بتاعت إرازموس موجودة هناك، وعندهم نسخة من المخطوطة الفاتيكانية. شوف بس حجم الكتاب، يعني كان حجم كبير كده ومحترم. المفروض النسخ الأصلية، واحنا دققنا على تعريف النسخة الأصلية علشان خاطر في مسيحي جنني قبل كده، هم عندهم اعتقاد النسخة أصلية يعني أي نسخة قديمة للكتاب المقدس، فما دام هي للكتاب يبقى أصلية، لو مش كتاب تبقى مزورة. هو فاهم أنت، يقول لك ده وش نوكيا أصلي ولا مش أصلي؟ هو فاهم المصطلح بالشكل ده، فلو شركة نوكيا هي اللي أنتجته تبقى أصلية، لو شركة تانية يبقى ده مضروب. لا، احنا لما بنستخدم المخطوطة الأصلية، هو بيستخدمه بالإنجليزي كلمة أوتوغراف، يعني النسخة اللي مكتوبة بخط يد الكاتب نفسه أو من تولى كتابة الكتاب عنه، يعني اللي بيمليه أو أي حاجة زي كده. النسخة دي ما بقتش موجودة،
ما عندناش غير نسخ متوزعة كده على الخط الزمني ده، نسخة من نسختين من القرن الرابع على ثلاثة من القرن الخامس وحاجات زي كده. المفروض هدف النقد النصي انه هو عنده مخطوطات ما بينها اختلافات والاصل ضايع، فهو بيدرس المخطوطات علشان يعيد تكوين النص اللي ضاع منه او يحاول يقرب له. قلنا يعني ايه قرب له؟ انت لو فتحت في الترجمة اليسوعية اللي وايز زعلان على تمنها ان هي غالية طبعا، بيتكلم عن النقد النصي العهد الجديد، مش فاكر في صفحة كام، تقريبا صفحة 20 او حاجة زي كده. فكان بيتكلم ان النقد النصي دراسة المخطوطات في محاولة لإعادة تكوين اقرب صورة للاصل. ما قالش إعادة تكوين الاصل، كتب لك لاقرب صورة للاصل، وبعدين قام كاتب ولا يرجى الوصول للاصل. يعني هو شايف ان العملية بالنسبة له ضلمة، احنا بس نقرب كده 300-400 سنة من الاصل يبقى كده زي الفل. ففي بعض العلماء بيؤكدوا على استحالة إعادة تكوين الأصل. بعض العلماء يعني عندهم أمل، أنا مش عارف الأمل ده جاي لهم منين. يعني هم بيقولوا احنا ممكن نعيد تكوين، طب ما تعيد تكوينه اللي حيشك يعني، مش عارف، بس هو بيدي الأمل ده. في عالم مشهور جدا اسمه فيليب كونفورت، وهنتكلم عنه وهنطلع حاجات من كتابه. ده مؤمن انه يقدر يعيد تكوين النص الاصلي، بس مش عارف ايه اللي موقفه، بس هو عنده الايمان ده. فهم العلماء منقسمين لفرقتين، فرقة بتقول ان احنا يعني اقصى حاجة نقدر نعملها ان احنا نرجع لاقدم المخطوطات، فاقدم المخطوطات دي هي اقرب صورة للاصل المفقود عندنا. العلماء التانيين بقى يقول لك لا، احنا نقدر نعيد تكوين الاصل نفسه، بس هنرد على حجاجهم ان شاء الله. إيرازموس ده بتاع النسخة بتاعت القرن الخمستاشر، عمل النسخة بتاعته كان عنده نص دستة من المخطوطات، ست مخطوطات. اقدم مخطوطة عنده كانت من القرن العاشر وما كانش بيستخدمها. حد يتخيل ليه ما كانش بيستخدمها؟ كان عنده مخطوطة من القرن العاشر وهو كان بيكتب في القرن الستاشر، ومع ذلك ما كانش حابب يستخدم المخطوطة القديمة. كان في اختلافات ما بينها كتير، ما بين النص اللي هو كان يعرفه في القرن الستاشر، فشك في المخطوطة. الناس دي عندهم منطق عجيب. ايه المنطق ده؟ اللي نعرفه احسن ما نعرفوش. هو عنده نص من القرن العشرين، قول له خد يا عم دي مخطوطة من القرن الرابع. يا عم ده في نص انا معرفوش، يا عم انا ما شفتش الكلام ده قبل كده، ماليش دعوة. يا عم ده اقرب للاصل، ماليش دعوة، الكتاب اللي معايا زي الفل. العلماء الغرب في ناس اتحاربوا يعني حروب شديدة، لانهم كانوا بيحاولوا يخلوا الناس يسيبوا النسخة الفاسدة دي ويرجعوا لنسخ هم عملوها بناء على مخطوطات اقدم. إيرازموس ده له قصة على روايتين، والروايتين أنيل من بعض طبعا. الروايات دي كلها مرسلة بالنسبة لهم. إيه؟ إيرازموس. فهم إيه بيحكوا عن الراجل ده؟ إنه عمل أول طبعة من النسخة اليونانية بتاعته وبدأ يوزعها. هو تاريخيا معروف عن الكتاب المقدس، بس عاوز معروف عن الكتاب المقدس بس العهد الجديد، احنا بنتكلم على العهد الجديد. العهد الجديد دايما بيختصروه بان تي اللي هو نيو تستمنت، تمام؟ اللي هو نيو تستمنت. لما بيزودوا عليها جي يبقى ده جريك، يعني جريك نيو تستمنت، نص اليوناني للعهد الجديد. كتعريف بسيط عن العهد الجديد، 99.9% من علماء العهد الجديد بيقروا ان 27 كتاب بتوع العهد الجديد اتكتبوا باليوناني. العهد الجديد اللي احنا بنقراه دلوقتي اصولها كلها يونانية، لا يوجد خلاف الا على انجيل متى. يقول لك انجيل متى ده كان مكتوب بالعبري وبعدين اترجم يوناني. العلماء
يكاد يعني يكون على يقين ان نسخة انجيل متى اللي ما بين ايدينا ملهاش اي علاقة بالنسخة العبرية للاباء اللي اتكلموا عنها. يعني الاباء كانوا يعرفوا انجيل غير اللي احنا بنقراه، اللي احنا بنقراه ده يوناني. ايه السبب؟ روايات تاريخية كتير. في رواية هم كل الاباء معتمدين على احد الاباء اسمه بابياس. بابياس ده كان عايش في القرن الثاني، نقل عنه يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة لما كان بيتكلم عن اقوال بابياس. قال لك ايه؟ بابياس كان بيقول ان متى العشار كتب حاجة باليوناني اسمها لوجيا. لوجيا يعني اقوال، اقوال المسيح بالعبرية، وكل واحد فسرها حسب استطاعته. فالعلماء لما بيجوا يدرسوا القول ده، ده بابياس بيتكلم عن كتاب عبري كتبه متى العشار، يعني ايه اقوال؟ دي معلومة خارج النقد النص. يعني هما بالاناجيل بيقسموها لثلاث اقسام. العلماء بيقسموا الاناجيل لثلاث انواع: انجيل طفولة، وانجيل قصصي، وانجيل اقوال. الاناجيل الاربعة اللي في العهد الجديد معانا دول اناجيل قصصية، بيسموها narrative gospels، بيحكوا قصة. ده يسوع راح وجه وعمل معجزات وكلم اليهود، وبعدين نام وصحي من النوم وكل وشرب وهكذا. انجيل الطفولة ده يعني بيحكي عن طفولة اي شخص سواء المسيح او غيره. في انجيل طفولة لسيدنا يحيى عليه السلام، وانجيل طفولة لسيدنا امنا مريم، وانجيل طفولة للمسيح، كذا واحد. بس دول اناجيل مرفوضة كنسيا. انجيل الاقوال ده اشهر انجيل منه انجيل توما، انجيل توما القبطي. ما فيهوش غير اقوال، 114 قول للمسيح. يقول لك قال يسوع كذا نقطة، قال يسوع كذا نقطة، وهكذا، ما بيقولش حاجة تانية. لا، ده انجيل برضو ابوكريفا من ضمن مخطوطات نجح حمادي، هتلاقيها ايه انجيل توما القبطي. ايه متوفرة، هتلاقيها ترجمة، وانا اشتريت منها نص ترجمة موجودة عليك. فهم بيجيبوا كلام بابياس ان في كل حاجة، كل حاجة متوفرة. هم جابوا كلام بابياس عن انجيل متى، وقال لك ده بيتكلم عن لوجيا، اقوال المسيح كتبها بالعبرية، وانجيل متى اللي ما بين ايدينا ده انجيل قصصي مش انجيل اقوال، فبالتالي هو بيتكلم عن كتاب مختلف. في دلائل تانية من خلال دراسة انجيل متى لغويا، بيقدر يعرف هل ده نص مترجم ولا مش مترجم. من اكبر الادلة عندهم ان متى ما كانش مترجم من العبرية، انه بيجيب اقوال عبرية ويترجمها للناس. يعني يقول لك ايلي ايلي لما شبقتني، الذي تفسيره اله اله لماذا تركتني. طب انت اصلا لو كنت كاتب بالعبري واحنا ناس هنقراه بالعبري، هل ايه تترجم العبري الناس بيقراه عبري؟ وفي دلائل اخرى كتير بيزبطوها من خلال دراسة النص اليوناني، كلمات مستحيل يكون يعرفها واحد عبراني، دي من اصول فلسفات يونانية وهكذا، وبيجمعوها فبيقدروا يعرفوا ان انجيل متى اللي ما بين ايدينا دلوقتي مختلف عن اللي بيتكلم عنه الاباء واللي نقلوه عن بابياس. فبالتالي 27 كتاب بتوع العهد الجديد بالكامل مكتوبين باللغة اليونانية. هو في نقطة بس عاوز اوضحها، بارت ايرمان كان عنده مقولة بخصوص اقوال المسيح. المسيح عليه السلام كان بيتكلم انهي لغة؟ هما بحسب تاريخيا قالوا ده كان عايش في الجليل في الناصرة على حسب الدراسات، فقال لك المنطقة دي بتتكلم ارامي كلغة متداولة عامة بين الناس، ويكون انه كان يعرف يقرأ في كتب اليهود، فده معناه انه كان بيعرف عبري، غير كده ما فيش اي دليل تاريخي انه كان يعرف اي لغة تانية. فقال لك هو كان بيكلم الناس بالارامي، لما يجي يقرأ كتب اليهود كان او يفسر التوراة كان بيتكلم بالعبرية مع ائمة اليهود والكهنة وكده.
أقوال المسيح اللي وصل لنا باللغة اليونانية. فهو بارترمان بيقول لك إيه؟ إحنا مستحيل نعرف الكلمات اللي نطقها المسيح عليه السلام. ليه بقى؟ إن هو أصلاً اتكلم باللغة الأرامية أو اللغة العبرية وإحنا عندنا نص يوناني. إضافة إلى إن النص اليوناني فيه مشاكل وفيه اختلافات ما بين المخطوطات. فلما نعرف الأول نحدد النص اليوناني نبقى نرجع النص اليوناني للأرامي. برضو مشكلة الترجمة. حتى لما لغة قصيرة. تنقله من اليوناني. مش هيقدر. الأرامي تاني برضه هتحصل له مشكلة. فبالتالي هو كان بيحتج في الموضوع ده إن أقوال المسيح بالتأكيد مترجمة، يعني هو ما اتكلمش باللغة اليونانية. في بس شيء عاوز أوضحه بخصوص كتبة الأناجيل. هل هم ترجموا أقوال المسيح لليوناني ولا وصل لهم كلام المسيح باليوناني؟ محدش يعرف. المهم إن تم تدوين كلام المسيح باللغة اليونانية، وأكيد الكلام ده مترجم. يعني سواء هم نفسهم قاموا بترجمة الأقوال من الأرامية لليونانية أو الأقوال دي وصلت لهم روايات شفهية الناس قاعد بتحكي يعني وينقلوا القصص لبعض، فواحد بيكلم واحد يوناني فترجم له الأقوال فوصلت له الكلام باليوناني، ما تفرقش. المهم إن في مشكلة بخصوص كلام المسيح نفسه سواء مع التلاميذ أو مع أي شخص المفترض تاريخيا نعرف إن ده أكيد كان بيكلمه أرامي. يعني مثلا اللغة دي كانت اللغة المسيح، كانت اللغة والتعامل مع التلاميذ وكده كان فيها، واللغة المفترض لغة ثانية أصلا. أيوه تمام. هو بس عشان النقطة دي مهمة، لما بنيجي نتعامل مع أقوال المسيح عليه السلام هو المفروض الكلام تاريخيا معروف انه كان بيتكلم اللغة الأرامية مع في اي موقف يفترض فيه انه كان بيتكلم، مثلا مع المرأة السامرية. السامرية يعني من طائفة من طائف اليهود، فأكيد كان بيتكلم معها باللغة العبرية او الأرامية. مع مثلا قائد من مع كاهن مثلا من الكهنة، الحوار بتاع انا والاب واحد او الكلام ده، او لما اليهود دخلوا عليه وراح قايل لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن والكلام ده، الحوار ده هل ده كان باللغه اليونانيه؟ هو احنا بنلاقي ان المسيحي بياخد النص اليوناني وبيحتج بيه بحسب بعض معاني هو بيشوفها في النص اليوناني، واحنا ما نقدرش نثبت ان المسيح استخدم الالفاظ دي، ان هو ما كانش بيتكلم اللغه دي. يعني بيجيب نص بتاع يوحنا 8:58 بيقول لك ده النص اليوناني بيقول ايجو ايمي، ويقعد يربطها بالسبعينية بتاعت العهد القديم، ويقول لك يبقى في الاخر المسيح قال انا الله. هل انت يعني تضمن منين ان القول الارامي اللي قاله المسيح الترجم صح ولا غلط من الارامية للغة اليونانية؟ كل الكلام ده بس يعني ده كان اعتراض معين قاله بارت ايرمان بخصوص كلام المسيح نفسه، لان هو كان عنده مشكله. هو بدا يحب المسيحيه وبعدين راح يسال الناس انا المفروض اتعلم انهي لغه علشان اعرف اقرا كلام المسيح، فقالوا له تتعلم اللغه اليونانيه، فقال لي طب وانا مالي باللغه اليونانيه والمسيح ما كانش بيتكلمها. فبدأت المشكلة دي، ولما لقى ان النسخ نفسها ما بينها وما بين بعض اختلافات فقال لك يعني دي زادت الطينة بلة، احنا بنقرأ كلام مترجم والكلام المترجم احنا اصلا مش قادرين نعيد تكوينه، فالموضوع مضيع معانا. المهم ان خلاصة القول ان 27 كتاب بتوع العهد الجديد كلهم مكتوبين باللغة اليونانية، كلهم مفيش ولا كتاب واحد منهم مكتوب باي لغة تانية. ال 27 كتاب دول لما تم انتقال النص بتاعها تاريخيا، في بعض الناس في القرن الثاني والثالث بدأوا يترجموا النص اليوناني للغات تانية محلية، فبقى في نص قبطي وبقى في نص لاتيني وبقى في نص أثيوبي وفي نص أرميني وفي ترجمات كتير بحسب اللغات. في نقطة مهمة ان جميع مصادر نص العهد الجديد مصادر مكتوبة،
ما بيطلعوش عن ثلاث مصادر. المصدر الاول هو المخطوطات اليونانية MSS، ده اختصار كلمة مانيوسكريبت، يعني مانيوسكريبتس، مخطوطات يعني يونانية. دي المخطوطات اليونانية المصدر الاول. المصدر الثاني ترجمات عن النص اليوناني اللي هو بيسموها Old Translations. وبعد كده المصدر الثالث اقتباسات الآباء. المصادر دي لو بطريقة ما اختفت من على وجه الأرض يبقى الكتاب المقدس اختفى، مش هيقدر يعيد تكوينه تاني. لكن لو احنا قارنا كتاب زي كده بنص القرآن الكريم بنلاقي يعني جدلا معاهم ان القرآن الكريم له طريق مكتوب بمصاحف قديمة منتشرة في متاحف حول العالم، وله ايضا طريق مسموع متواتر شفهي. فعندنا ايه ميزة، ان هم لما بيلاقوا اختلافات ما بين المخطوطات ما بيلاقوش مرجع تاني يصحح الاختلاف اللي هم واقعين فيه. بيجي واحد مسيحي دماغه تعباه يقول لك ايه، انا دخلت على موقع الملك فهد وعارض صور مصاحف قديمة، دي النقطة هنا مش موجودة، يبقى القرآن عندك محرف. ده نسي يكتب حرف الالف، يبقى انت كده وقعت في مشكلة. المشكلة دي احنا ما بنواجهش اصلا، بنيجي نسأل المسيحي، لان المسيحي طلع موضة بالنسبة له، يقول لك ايه لو جيت تكلمه في الترجمات واختلافات الترجمات والمخطوطات هيهددك. يقول لك بص، هتيجي تتكلم في النقد النص العهد الجديد، انا هكلمك في النقد النص للقرآن، وهنشوف بقى هتعملوا ايه بعد ما نطبق النقد النص على القرآن. بيجوا يقولوا كده. بنيجي نسأل سؤال بسيط، ايه يا مولانا، ايه يا مولانا، ده كتير قوي، ده بيقولوها كده بالحرف. لا ده هم كده ده هم الكلمة بقت متداولة، هم مش فاهمين معناها، وبيجي يهددك بيقول لك انت لو طبقت المعايير دي على القرآن الكريم هيتدمر منك. ده احنا كده يحسسك ان هو يعني بص العهد الجديد ده خطير، متحمل كل النقد ده، ولو طبقته على القرآن القرآن مش هيتحمل. اتفضل. واحد الجهل منه وظن منه ان القرآن نقل كتابات بس، ولا ده مثلا بيبقى على علم منه، ولكن لمحاولة يعني عذر لتعيده وعيده، فهو عايز يحط حاجة بحيث ان انت هو طبعا بداية هم شغلهم كده، حوار لتعيرنا ولا عيرك في كل شيء ما بيننا وما بين المسيحيين. لكن هو يعني انا رأيت في المسيحيين جهلا شديدا بطرق نقل القرآن الكريم. هو ما عندوش تخيل ان المسلمين يعرفوا الرجال اللي نقلوا القرآن، لان هو ما يعرفش مين اللي كتب الكتاب اصلا. يعني انت بالنسبة له بتتكلم في خيال علمي بجد، هو مش متخيلها. لما تقول ده انا عارف الصحابة وعارف حياتهم وعارف حفظوا ازاي، ومثلا صحابي من الصحابة، تيجي تطلع من الصحيحين امثلة على قوة حفظه، يقول لك صحابي كان بيقرأ القرآن في كل احواله قائما وقاعدا وعلى جنب مش عارف، وهو ماشي في السوق دي ما يتخيلش. ده المسيحي لولا ان احنا نقدر نثبت له بالبرهان قصاده كده، نجيب واحد حافظ القرآن من الجلدة للجلدة، ما كانش صدق ان في حد بيحفظ كتب. ما عندهمش هم التخيل ده، لولا ان ده واقع امامهم. فهو يجي يقول لك ايه، هو طبعا اتعقد، يجي واحد زي قويس ما شاء الله ده لسه في ثالثه ثانوي، ويجي يحط له صور المخطوطات على مدونه ويعلم له ده هنا محذوف وهنا مضاف وهنا، جننه. يوم هو رايح عامل سيرتش في جوجل عاوز يطلع اي صوره المصحف قديم، ويبقى بالعدسه المكبره كده عاوز يشوف اي سهو وقع في الناسخ. ده نقطه مش محطوطه. ويجي واحد متخلف عقليا مش عاوز اقول اسمه، يقول لك ايه، يجيب لك اي كلمه، طبعا ايام ما كان المصحف ما كانش منقط،
يقول لك احنا لو حطينا نقطه تحت تبقى مش عارف ايه ونقطتين مش عارف ايه، ويقعد بقى يقول لك بس وتس، وعارف انت شغل المسرحيه. وادي القران الكريم كده ضاع منكم. بنيجي نسال المسيحيين سؤال بسيط جدا، هل النقد النصي يطبق على القران الكريم؟ مش محتاجين نبص في ما سمعناش. احنا بنقول للمسيحي القرآن الكريم مستوى اعلى بكتير جدا من النقد النصي لاسباب، ده مش يعني مش افترى مننا وبلطجة وكده. القرآن الكريم كتاب مسموع، ما هواش مجرد حروف. يعني ايه؟ يعني انت بغض النظر عن النص في احكام تجويد بيطبق على النص لا تستطيع تدوينه في كتاب. في عندك مدود وعندك جنن وعندك قلقلة وعندك اخفاء وحاجات كتيرة جدا. الصحابة ليه اصلا كانوا بيكتبوا مصاحف قديمة؟ هم اصلا كانوا بيحفظوا وبعدين يكتبوا خوفا ان هم ينسوا اللي حفظوه. المصحف القديم ده اللي كان بيكتبه من غير تنقيط او من غير تشكيل او اي شيء، لان هو عارف في الاصل القرآن بيقول ايه، مجرد انه يلقي نظرة بيفكروا باللي هو كان حافظه. فالاصل ان هو حافظ وبيرجع للمصحف علشان يفتكر اللي كان حافظه. لكن انت لو جبت مصحف مرمز بالالوان ويقول لك الحرف اللي بالازرق الغامق ده تفخيم، والاخضر غنة، والاحمر مد خمس حركات، والاصفر، واديله يا عم الكتاب قول له بص راجل تقرالي آية واحدة صح، مش هيعرف. فبالتالي علشان القرآن الكريم ككتاب مش زي طبيعة كتاب العهد الجديد. كتاب العهد الجديد وثيقة مكتوبة، القرآن الكريم كتاب مسموع. حتى لما تدونه في المصحف اللي هو المرمز اللي بالألوان ده، اللي هو آخر تكنولوجيا العلماء ابتكروه علشان يساعدوا الناس على القراءة صحيح للقرآن، لازم برضو حد يعلمك يكون سامع القرآن قبل كده وتلقى من العلماء علشان يعرف يقرأ صح. هو في المقدمة بتاعته يقول لك هذا لا يغني عن الاستنتاج. صحيح صحيح، ده شيء معروف. تخيل كمان 300 400 سنه افتراءات النصارى، اذا كان لسه في نصارى في العالم كلهم معايا افتراءاتهم، هتيجي تقول يعني مثلا هيجيبوا مثلا مصحفين من 50 سنه يقول لك بص ما فيهوش الوان، ممكن دي كانت هتبقى راب. ده بص يا اخي، انا متاكد ان كل واحد فيكم سمع مسيحي قبل كده بيقول القرآن ما كانش متنقط، انتوا نقطتوا منين، وبيعتبر ان ده تحريف. ده تعرف ان هو ما عندوش ادنى ثقافة اصلا عن القرآن الكريم ككتاب، سبحان الله. فهو بيجي يهدد ويقول لك انت دخل لنا في النقد النص العهد الجديد، احنا بقى هندخل لك في النقد النص القرآن الكريم، ويعني خاف عن نفسك. ولو بحثت في النت هتلاقي مش محتاج مخطوطات لان نفس اللغة، انتوا محتاجين مخطوطات لان اللغة مغيرة. النقد اللي هو مطبق على النص دول مش موجودين، هو اتفضل عندك تعليق يا مولانا. فاحنا بنقول بنرد على المسيحيين دول، بنقول النقد النصي لا يطبق الا على الكتب اللي هي الوثائق. القرآن الكريم مش مجرد وثيقة، فبالتالي النقد النصي ما يقدرش يستعيد القرآن الكريم. الا بقى لو انت عاوز ايه، تعتبر مثلا ان مصحف من مصاحف الصحابة هو الاصل او شيء زي كده. انت لو كلمت المسيحي على فكرة عن مخطوطات القرآن الكريم المصاحف القديمة هيتعقد. لو انت قلت له ان احنا عندنا مصاحف للصحابة كانوا عايشين على ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلقوا منه القرآن مباشرة، ده ممكن يموت فيها، لان هو عنده اقدم نص كامل يوناني للعهد الجديد من القرن الرابع. فانت لما تيجي تقول له انا عندي مصحف كامل من صحابي ومنها نسخ كمان ومتوزعة حول العالم، الموضوع ده بالنسبة له موضوع كبير جدا. فحتى لو
يعني خدت ان القرآن الكريم مصدره فقط كتابي، احنا افضل منهم بملايين المراحل. انت عاوز ايه اكتر من ان انت عندك كتاب التلاميذ نفسهم؟ تخيل انت لو كان، لو احنا افترضنا مثلا ان متى هو صاحب النسخة الاصلية، وانت قدرت تثبت ان انت معاك نسخة مثلا لتلميذ متى معاصر ليه، بيرجع مثلا لسنة النسخة الاصلية من سنة 50، انت معاك نسخة من سنة 60، كان هيعمل ايه المسيحي؟ ده خلاص ما كنتش تعرف تتكلم معاه بعد كده. ده هو مش عارف يتكلم، لا كان هنا مغلطه اللي معاه. ده لو هو عرف يثبت الصله دي، ان متى هو اللي كتب وده تلميذه والكلام ده، لكن هو اصلا عنده القضيه كلها مجاهيل. مفارقه بس بسيطه، كان قمص عبد المسيح بسيط كان عامل في كتاب له عن المخطوطات القديمه، فجاب مخطوطه اسمها برديه المجدليه بتاخد رمز بي 62. البردية دي عبارة عن ثلاث أصائيس ما فيهاش كلمة واحدة كاملة، ثلاث أصائيس بالشكل ده كده، أصقوصة كده وأصقوصة مربعة صغيرة وأصقوصة تانية كده، ومثلا حرفين هنا وخمس ست حروف. المهم لو حاولت تجمع كلمة مش هتلاقي ولا كلمة واحدة كاملة، ده نص كلمة وهنا نص تاني وهكذا. اعتمد على بحث لعالم فرد، يعني قال لك ايه، البردية دي بترجع لسنة مش عارف 65 تقريبا ميلاديا. فبسيط قال ان هي حاجة من الاثنين، يا اما دي النسخة الاصلية يا اما دي نسخة التلميذ. طب فرد جدلي، حتى لو دي النسخة الاصلية يعني انت طلعت بيها بايه؟ يعني هل دي لو طلعت النسخة الاصلية يعني ايه اللي فادك منها؟ في بردية اسمها البردية 52، دي بترجع لسنة 125 ميلاديا، اللي هو 25 فوق يعني، المهم ان هي من النصف الاول من القرن الثاني. دي فيها بالظبط 155 حرف، تقريبا اربع كلمات بس كاملين، كلمتين في كل وش، ومع ذلك شوف فيها اربع كلمات بحالهم كاملين. ومع ذلك العلماء لما جم يدرسوا البردية ما كانوش عارفين ان دي بردية للكتاب المقدس، اكتشفوها في نجح حمادي، وبعدين بعتوها للمتحف في مانشستر. قعدت 13 سنة في المتحف مركونة على جنب في وسط أصائص كتير برديات اكتشفوها، لغاية ما جه عالم قدر يثبت ان دي جزء من انجيل يوحنا، وقال لك دي بص دراسة الحروف هنا مطابقة لرصة حروف في نص معين في انجيل يوحنا، وبدراسات معينة قدروا فعلا يثبتوا ان هي جزء من انجيل يوحنا. فالاصائص دي اصلا لا تفيد في شيء. في كتاب اسمه Text and Translation of the New Testament بتاع واحد اسمه فيليب كونفورت، اللي هو عنده امل انه يستعيد نص العهد الجديد، هو جايب اقدم المخطوطات وبيتكلم عنها، بيدي بعض المعلومات. فقال لك ايه، جه عند البردية 52 كتب معلومات عن البردية، وبعدين بيكتب تعليق فايدة البردية في ترجمة الكتاب المقدس. قال لك ليست لها فائدة لان ما فيهاش نص، فانا هترجم فيها ايه؟ فما فادتنيش اصلا في الترجمة، مجرد ان هم بيفتخروا ان هم عندهم اصائص قديمة للكتاب. هي دي البردية 52. لا دي اصلا في عالم قال ان هي بترجع لسنة 65، وهي في الحقيقة بترجع لسنة 200 ميلادية. يعني كل العلماء في الكتابات الموثقة العلمية الخاصة باكبر مراكز دراسة الكتاب المقدس، اللي هو UBS، اللي هو اختصار United Bible Society، جماعات الكتاب المقدس، دول مصنفينها ان هي بترجع للقرن الثالث. اللي 52 انت لخبطت في الارقام، البردية 66 و75. 66 دي بترجع للقرن الثالث سنة 200 ميلادية، دي فيها انجيل يوحنا، دي تعتبر من اقدم المخطوطات اللي بياخد منها نص، ده طايرين بيها لان هي مكتشفة في مصر.
والانبا بشوي عامل عنها كتاب وعنده نسخه منها في دير القديسه دميانه مش عارف ايه، رغم ان هي بتختلف اصلا مع النص اللي معاهم، بس هي مجرد افتخار ان هو عنده مخطوطه قديمه وهو اصلا ما قارنش ما بين النص اللي فيها والنص اللي معاه. ولو كان حصل موقف في معرض الكتاب، كنت بدور في وسط كومة كتب اجنبيه بسال الراجل عندك كتاب معين لبارت ايرمان، قال لي انا ما اعرفش اي حاجه في الكتب الاجنبيه دي، انت اسرح فيها واللي يطلع لك منها يعني نبقى نحاسبك عليها. مكتوب عليها بس ان هي مش عارف كام بالدولار وهو هيحولها ونشتريها. فلقيت في اخر الكتب خالص كتاب اسمه ذا تكست اوف ذا نيو تيستمنت لكارت الاند وباربرا الاند، اتنين دول مشاهير جدا المان بيشاركوا في اعداد النسخه اسمها ايه دي، بيسموها نسخه ايه تقليديه او نسخه قياسيه يعني للعهد الجديد، اللي هم بعد كده بتتاخد وبتترجم للغات الاخرى في اي ترجمه حديث. فانا مسكت الكتاب ده لقيته تحت، فرحت جدا وقمت رفعه والله اكبر ولميت عليا المكتبه المسيحيه كلها. ايه اللي انت طلعت بيه ده؟ كان من ضمن اللي بقى تلموا عليا اتنين راهبات تبع دير القديسه دميانه عند الانبا بشور. فبتقول لي ايه الكتاب ده وفرحان بيه كده ليه؟ بقول لها ده كتاب بيتكلم عن المخطوطات تفصيليا وحاجات زي كده. فقعدت تقلب فيه فلقت المخطوطه بتاعت البرديه 66 اللي هي بتاعت شستر بيتي، تقول اه دي عندنا في الدير برديه شستر بيتي دي الانبا بشور جايبها لنا. فبقول لها يعني حضرتك تعرف يوناني؟ قالت ايوه بنستخدمه في القداسات وحاجات زي كده. طب عمرك قارنت النص اللي في البرديه بالنص اللي حضرتك بتقريه دلوقتي؟ لا عمري ما بصيت. طب على فكره البرديه دي ما فيهاش قصه المراه الزانيه، ده 12 نص مش موجودين، بالاضافه لنصوص كتير في الوسط واختلافات ما بين النص وبتاع، لكن دي اكبر يعني قصه كامله مش موجوده. فقالت لي انت قصدك تقول ان الكتاب محرف؟ هي داخله حافظينها. قلت لها انا بس قلت لحضرتك معلومه وبنتي قرني يعني. فهم مجرد المخطوطات دي بالنسبه للمصريين افتخار ان احنا عندنا مخطوطات قديمه، لكن انه ياخد بنصها ما بياخدش بيها نهائيا. ف انا بس لو عاوزين تاخدوا راحه كده او لو تصلوا العصر او حاجه وبعد كده نبقى نكمل بعدين، مفيش مشكله.